هنبدأ بقى إن شاء الله في الديفلوبمنت اوف ذا جينيتال سيستم. عشان يتعمل الجينيتال سيستم هنتكلم بيحصل ديفلوبمنت الجينيتال سيستم بيحصل على مرحلتين. المرحلة الأولى بنسميها ان ديفرنشيتد ستيج، ومرحلة ديفرنشيتد ستيج. الان ديفرنشيتد ستيج ان الامبريو في هذه المرحلة هيبقى فيه اساسيات الميل والفيميل جينيتال سيستم. يعني ايه؟ يعني هيتكون عنده اورجن. اذا كان ميل هتدي الميل جينيتال، واذا كانت الفيميل هتدي الفيميل جينيتال. يعني بيعمل الاساسيات بتاع الميل والفيميل جينيتال سيستم. اول حاجه طبعا انت عارف ان الجينيتال سيستم عباره عن التستس او الاوفري، وبعدين الابيديديمس، و دكتور ريفرنس ميل، وفي الفيميل هيبقى اليوترس. القصه دي تتعمل ازاي؟ هنتكلم على الان ديفرنشيتد ستيج او الان ديفرنت ستيج، اللي هي المرحله اللي هيتحط فيها الاساس. اول حاجه تتعمل عندنا هنا في الجينيتال اللي هو الجوناد، والجوناد اللي هو البروسبكتيف تيستس في الميل اور اوفري في الفيميل. هاو ذا جوناد اتعمل ازاي دي؟ خد بالك بقى، احنا قلنا الميزونيفريك داكت اتعملت، اللي هي طلعت بقى الحاجات اللي اتكلمنا عليها. الكورس بتاع الميزونيفريك داكت اون ذا سبلانكنيك ميزودير، لما حاجه بتمشي على ممبرين فعملت عنده فولد، فالفولد دي بنسميها ايه؟ يورو جينيتال فولد. يبقى انا الحاجه بقى اللي موجوده عندي بقى في المرحله دي عباره عن ديلس بلانكنيك ميزودير اهي، وبعدين دي يوكساك، وبعدين دي الميزونيفريك داكت. الكورس بتاع الميزونيفريك داكت على سبلانكنيك ميزودير عمل فولد، والفولد بنسميها يورو جينيتال فولد. دي اول حاجه في اول خطوه في الجونات، في تركيب في الفورميشن في الجونات. وبعدين الريدج دي خد بالك الميديال بارت بتاعها، ده ميديال بارت وده لاترال بارت. الميديال بارت اوف يور جينيتال فول هيحصل فيها جروث بروليفريشن اند فورم جينيتال ريدج. يبقى هي دي اهي جينيتال ريدج. الجينيتال ريدج ده خلايا من السبلانكنيك ميزوديرم، وجات ليها خلايا من اليوكساك اهي، دي اليوكسات طلع منها بريمورديال جيرمينال سيلز من اليوكسات، وعدت في اليوكوستوك وخشت على الميجات وطلعت على الميزنتري تو بي لوكالايزد ان ذا جينيتال ريدج. يبقى الميديال بارت بتاع اليورو جينيتال فولد فور جينيتال ريدج. جينيتال ريدج بعدين الجينيتال ريدج اهي هيحصل ليها ايه؟ بيحصل فيها خد بالك دي نمو، خلايا بتتكاثر، فالجينيتال ريدج انلارجد كونتين هاير نمبر اوف سيلز اند بالجد ان تو سيلوم الكافيتي، بالجد ان سيلوم الكافيتي. وبعدين يحصل فارو ميديال وفارو لاترال عشان سيبريتد من اليورو جينيتال فولد، ويبقى الجزء ده بنسميه في الحالة دي ده وده عبارة عن جناد. يبقى الجناد ايه بقى؟ ده جات من الجينيتال ريدج، وبعد الجينيتال ريدج جات لها خلايا من اليوكسات، وبعدين انلارجت بالجد ان سيلوم الكافيتي، وبس ما زالت كونكتد مع السبلانكنيك ميزودير. الحته ده اللي هو الميزنتري بتاع الجونات اللي بعد كده هيدي ايه الميزوركيم او الميزو اهو الجزء ده. طيب ده الجزء مين اللي هو عشان هنرجع له تاني. يبقى اتعمل عندي جونات. طب اما اخد بقى الصوره بتاعتها تبقى شكلها ايه؟
ادي برضو نفس الكلام، بس فرضنا بقى الكلام اهو دي جينيتال الجناده اهوت، ده برضو الجناده اهو، هيبقى الاند ريزلت عباره عن ايه؟ خلايا من بره بنسميها سوبرفيشال جير من الابيثيليا اهي، سوبرفيشال جير من السيل الزرقاء دي، وخلايا بريمورديال جيرمال سيل مايجريتد فروم في يوكساك اللي هي الخضراء، وبعدين انترنال ابيثيليال سيل ماس اللي هي الحمراء دي جايه من ايه؟ ما هي جايه من من اليوروجينيتال فولد. يبقى اليوروجينيتال فولد ادانا الانترنال ابيثيليال سيلز والطبقه السطحيه اللي هي سوبرفيشال جيرمال سيلز. البريمورديال الخضراء دي جت من اليوكساك، من الوول بتاع اليوكساك. الاستراكشر ده بنسميه ايه؟ بنسميه جونات. يبقى الجونات جاي من الاوريجينيتال فولد الميدل بارت بتاع عمل الريدج اللي هي جينيتال ريدج، والجينيتال ريدج جات له خلايا من اليوكساك وعملت استراكشر بلجت في استلوم الكافيتي بنسميه الجونات. ان هو بقى ايه؟ عباره عن الثلاث انواع من هذه الخلايا، عشان دي في الانديفرنت ستيت، بس بعد كده هقول لك ازاي الجونات ادى اوفري او ازاي ادى تيست. مين تاني معانا في البريمورديال جيرمينال في الجناد اتعمل؟ هرجع بس تاني للموضوع ده بتاع الصوره دهيت اللي هي الاولانيه. يبقى اليوروجينيتال ريدج اليوروجينيتال فولد قلنا الميديال بارت بتاع عمل جينيتال ريدج وراح عمل جناد واتكلمنا عليه. طب واللاترال بارت بتاعه؟ خد بالك اللاترال بارت بتاع اليوروجينيتال فولد حصل فيه ديبريشن او غروف بنسميه بارا ميزو نفرج غروف. قال لا لا البارا ميزو نفرج غروف اهو بكام ديبست اند تو اند بتوع التو فولدز بتوع دول فيوزد ويز ايتش اذر اتلموا على بعض والجروف بقى ضغط، والضغط سميناها باراميزو نفريك ضغط. الله الله ليك. يبقى ده الميزو نفريك ضغط وده الباراميزو نفريك ضغط. يبقى هنا هنقول ان اللاترال بارت اوف يوروجينيتال فور ابيرنس اوف جروف ذا جروف بيكام ديبر اند ديبر سراوندد بتو فولدز التو فولد فيوزد ويز ايتش اذر قفلوا الجروف بقى ضغط، والضغط بنقول عليها موليريان دكت او باراميزو نفرج دكت او موليريان دكت. يبقى وانا واسميها باراميزو نفرج صح، ما هي دي الميزو نفرج ودي جنبيها، واسميها موليريان دكت راجل كان اسمه مولر، فمولر ده هو اللي درس الموضوع ده وكتبه يعني، فسماه على اسمه الموليريان دكت. يبقى اذا الميريان داكت جه منين؟ من الباراميزو نفريك جروف اللي هو اصلا اللاترال بارت اوف يوروجينيتال فولد سيباريتد بعد كده واكستندد اهي، هي الباراميزو نفريك دي الميزو نفريك داكت اهي الحمراء دي، وداخل فيها الميزو نفريك تيبيول اهيت موجوده، وده الجناد اللي اتكلمنا عليه. الازرق ده اللي هو عباره ميزو نفرج داكت اللي جه من المولر جروب او المولر داكت هيبقى لاترال للميزو نفرج داكت، بنعمل له كروسنج وبعدين يقابل اللي في اليمه الثانيه يتحدوا مع بعض، وبعد ما يتحدوا طيب يفتحوا على تيوبيركل بنسميه مولر تيوبيركل مولر تيوبيركل. دول طبعا انت عارف ان الميزو نفرج داكت اخر كلامنا ان هي داكت بتفتح في الكلوكه، والبارا ميزو نفرج داكت برضو، بس خد بالك دي كل واحده فاتحه لوحدها، لكن الباراميزو نفريك او المولوريان داكت فيوز مع بعضيهم في الاخر على درجات مختلفه على حسب الحيوان ويعمل تيوبيركل، والتيوبيركل بنسميه مولرز تيوبيركل مولرز تيوبيركل. يبقى الـ الـ يبقى الانديفرنت ستيج اخر كلام فيها ايه؟ فيها حاجه جونات واحد اثنين ميزو نفرج داكت اند تيوبول اهو، وبعدين بارا ميزو نفرج داكت اهي، وبعدين الكلوكه.
ايه بقى قصة الكلواكة عشان نعرفها؟ ما الكلواكة برضه هيحصل لها ديفرنشيشن لاستراكشر تانية. انا عايز برضه اقول لك على حاجة، ان في لو انت فاكر ان في وانت في سنة اولى خدنا اليوكساك، وقلنا اليوكساك دي من ضمن الفيتال ميمبرين، وكانت بتفتح في جات اسمها ميد جات. ميد جات دي اللي هي ده تيوب اهي، بص ممتدة من اول الجنين لاخر الجنين. التيوب دي مقفولة من قدام ومقفولة من ورا. التيوب دي تتحدد ازاي؟ القدام خد بالك اي حتة في الجسر كنا نقول ايه، اكتوديرم ميزوديرم اندوديرم، ما عدا في الجزئين دول. الجزء الامامي ده بيحصل فيه كونتاكت الاندو، الحته الوحيده اللي يبقى فيها الاكتوديرم كونتاكت مع الاكتوديرم مع الاندوديرم، ومن ورا الجسم في الاخر خالص برضو اكتو اندوديرم اهي مع اكتوديرم. الجزء الامامي ده الديبريشن دي بنسميه تو موديوم، اس تو موديوم، والجزء النهائي ده اللي هو الديبريشن بروكتوديوم. هنا هو بنقول عليه الاورال ميمبرين او الاستوديال ميمبرين، اللي هو ايه؟ اللي هو الاكتوديرم بتبقى كونتاكت مع الاكتوديرم، الاندو مع الاكتو، المهم نسميها ايه؟ اورال ميمبرين. واللي في منطقه البروكتوديوم دي لما كونتاكت مع الاندوديرم مع الاكتوديرم بنقول سميها كلواكل ميمبرين. يبقى دي تيوب ممتده بطول الجسم زي الدودة كده، فيها القناة بتاعتها، القناة المعوية بتاعتها من الماوس لحد الانس اهي، دي زي التيوب بس الاند دي مقفولة والاند دي مقفولة. القدامان الاكتوديرم مع الاندوديرم نقوم على استمودي استمو اسمه اورال ميمبرين، والديبريشن اللي عليه بنسميه استوموديوم، عشان الاستوموديوم ده هيد الماوس، الماوس كافيتي في الأضل. والبروكتوديوم اللي هو الديبريشن بس الممبرين اللي هو اتحاد الاندوديرم مع الاكتو، مفيش فيها ميزوديرم، اندو مع اكتو، بنقول عليها ايه؟ كلواكل ميمبرين. يبقى ده انبوبه مقفوله من قدام، اندوديرم لازقه مع الاكتوديرم، بتعمل ممبرين بنسميه اورا ممبرين. نفس القصه ورا بنسميه كلواكل ميمبرين. الديبريشن اللي على الاورال ميمبرين من قدام بنسميه ستوموديوم، واللي ورا بنسميه بروكتوديوم. طيب التيوب ده هيت هيبقى فاتحه في الجزء اللي في النص دي يوكسان، فسمينا ده ميد جات، ميد جات اللي هي كونكتد مع اليوكسان. انا يهمنا بقى الجزء اللي قدامنا شو بنسميه؟ فور جات. جزء فور جات وميد جت اللي هي قصاد اليوكسات والالانتيكوس، والورا ده هايند جت. يبقى الجت نفسها او المعدة هي عبارة عن فور جت وميد جت وهايند جت. خد بالك الكودال بارت اوف او البستيرور بارت بتاع الهايند جت بنسميه ايه؟ كلواكة، اللي احنا فتحت فيها مين؟ الميزودير، وفتح في الميزو نفرك دكت، فتح بيها بره ميزو نفرك دكت، خدت بالك؟ وكانت هي حتى في الهايند جات فتحت المجمع في الطيور، وفتحت المجمع في الامفيبيان، في الكلام اللي احنا قلناه سابقا. يبقى دي الكلواكة. يبقى الكلواكة تعرف منين؟ يعني القصه دي كلها قايلها لك عشان اوريك الكلواكة جت منين. عباره عن الكودال بارت او السيرال بارت اوف ذا هايند جات، الجزء ده جزء من الهاند جات. طبعا الهاند جات هتدي حاجات كتير، بس الجزء الخلفي بتاعها هو اللي ادى فتحه اللي تدي المجمع او الكلواكه. والكلواكه دهيت هتبقى نهايتها مين؟ ده هتبقى الديبريشن اللي تحت ده بروكتوديوم، والممبرين ها بنقول عليه كلواكه الممبرين او بروكتوديال ممبرين، دي صح، بروكتوديال ممبرين او كلواكه القافله بتاعت تيوب من ورا. طب ايه اللي حصل على الكلواكة وفي الميد بتاعها بالظبط؟ في الميد بارت بتاع الكلواكة وعلى الفنترال سيرفيس يحصل ابيرنس اوف جينيتال ايمينانس، حاجة دي بسيطة دي. وبعدين الجينيتال ايمينانس ده الونجيتد
وانلارجد ويعمل جينيتال تيوبيركل، يعني زاد بدل ما ايمننس فسفوسه صغيره كده انلارجد ويعمل تيوبيركل، والتيوبيركل اسمه جينيتال تيوبيركل. والجينيتال تيوبيركل ديفرنشيتد الى الفلس اللي هو عباره عن جلانس اوف ذا فلس، حته مدوره كده الونجيتد، وبعدين البودي بتاعه بيبقى فيه اتنين بروسيس، اليوريثرال بروسيس شمال وبروسيرال يوريثرال بروسيس يمين، في يوريثرال فول اتنين وبينهم جروف، وجروف بنسميه يوريثرال جروف. لا لا لا، يعني من الكلواقه من الفنترال سيرفيس بتاعها طلع ايمننس، والايمننس ادى تيوبيركل جينيتال تيوبيركل، والجينيتال تيوبيركل ادى الفلس اللي هو اساس يعمل البينس في الميل يعمل الكليتورس في الفيميل. On the side of the tubercle appearance of swelling، اتنين swelling واحد شمال واحد يمين. swelling ده بنسميه ايه؟ ليبيو سكروتال swelling، ليبيو سكروتال swelling. يبقى في الاندفرنت ستيج بقى شوف بقى الجينيتال سيستم كام حاجه. نقول تاني جونات ميزونيفريك داكت برا ميزونيفريك داكت فلس ليبيو سكروتال سويلنج، ده الحاجه اللي هي اصلا ديفرنشيتد في الانديفرنت ستيج او موجوده في الانديفرنت ستيج. ايه اللي هيحصل لو طلع ميل وايه اللي يحصل لو طلع في ميل؟ ديت اللي هي المرحله الغير مميزه، لا لا ميل لا عارفين هيطلع ميل ولا عارفين هيطلع في